كلنا كل الناس قبل ما متولي يبقى يلعب، كل الناس قالت لك متولي هيمشي. هو متولي مش كان ماشي 100%؟ كان ماشي. طب النهارده في الماتشات اللي لعبها من احسن اللعيبه الموجوده، ليه ليه الراجل بيلعب بمتولي؟ هو الراجل عايز يبدا الكره من تحت صح. متولي ايه الكويس اللي فيها كابتن سامي؟ انا بتكلم بقى كابتن سامي الراجل مدافع اللي عنده كوره، لعيب كوره. ما هي الطرق، بص الطريقه الجديده ممكن حسن حتى ما هم كانوا شغالين مع المصري او شغالين مع الاتحاد، الكره الجديده لازم المساكين تكون حريفه بالظبط، بيعرفوا يمسكوا الكوره. ما هي البدايه الطالعه منين؟ ما طلع اما حارس المرمى كمان لازم يبقى حريف دلوقتي يعني شوف بقى، شوف الدنيا بقت ايه، اتغيرت ازاي. ممكن الفيرود يبقى قوي وسريع وبيلتحم وكل حاجه، لكن المساك يبقى حريف. عشان كده لما تيجي تبص في الانديه الكبيره بيحاول يلعب المساكين تبقى لعيب الكوره، صح؟ بدليل ان الراجل كمان لما جه يلعب بثلاثه ما كان ممكن يلعب ثلاثه مساكين. الراجل بتاع الزمالك ليه حط المسلوسي؟ عشان يبقى في يطلع الناري وكمان يقدر يطلع بالكوره وحسام. عشان يقدر ليه؟ عشان بيحاول الطريقه وبيلعب كوره، عايز يحاول الطريقه تبقى اربعه خلاص. زي ما عمل لو تفتكر في الشوط الثاني عمل ايه، راح شايل المستوسي ولعب باربعه عادي جدا، صح؟ في اوقات بقى بيعمل ايه بقى، يروح شايل المساك او يحط اثنين مساكين ويخلي المستوسي هو الباك اليمين ويطلع الباك اليمين، صح؟ فيحاول الطريقه، صح؟ فهو ده اللي بنتكلم عليه. طيب.